السلام عليكم. بقاء كريستيانو رونالدو صار حديث العالم، وكل العالم متأثر، وملايين من حول العالم يتابعون الدوري السعودي لأجل رونالدو. طلع صدق أبو الغيرة، وبهذا العمر عنده شغف، وبآخر أيامه يريد مزيد من الإنجازات. إلا بعض جمهور نادي الهلال البعيدين كل البعد عن الأخلاق الرياضية. الرجل بعد ما نزل من منصة التتويج وهو متأثر بالخسارة وبغضا فيه ينادون ميسي ميسي، صدق والله مهزلة، لو يعرفون شيء عن الرياضة وحب لوطنهم السعودية ما نطقوا باسم ميسي أبدا. ليش؟ لأن قدم لميسي أغلى صفقة في التاريخ، أنه يلعب لنادي الهلال والدوري السعودي، وميسي رفض أن يلعب وانت تنادي باسمه بغضا برونالدو اللي جاي يروج للدوري السعودي ويكون سفير لاستضافة كأس العالم في السعودية. صدق عقول تعبانة. خلي نشوف أنا وياكم ولكم التعليق، واعطي لايك للفيديو حتى يصعد، واشوفكم بفيديو جديد.